ما يحدث من صور سواء في سوريا او في العراق. ليه؟ لا يعني لا 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 ليس ثمة عاقل يظن ان هناك دولة في الاقليم ليست معرضة للتقسيم. التقسيم ده منهج عام سيشمل كل، اذا ترك يعني بإيقاعه السريع جدا على فكرة كمان خلال الأسبوع، يعني الأحداث التي نتحدث عنها في سوريا وفي العراق تزامنت في 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 أسبوع واحد وفي نفس الوقت تلاها هذا التفجير. يعني ما هو المطلوب في السعودية الآن عندما يتم تفجير مسجد يخص في المنطقة الشرقية يخص الشيعة في السعودية إلا يعني إلقاء نار داخل المملكة العربية السعودية على أساسها يتحول حتى الوضع الحرج داخل السعودية إلى اقتتال طائفي أو مواجهة طائفية. نعم.